السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتايمر اللي باين قدامك في الفيديو دلوقتي هنعمل دايرة تتحكم في موتور بحيث ان الموتور ده يشتغل في وضع الاوتوماتيك 6 ثواني ويفصل 6 ثواني، 6 ثواني يشتغل ويفصل 6 ثواني عن طريق التايمر الاتنين زمن اللي قدامك في الفيديو دلوقتي. ده طبعا الرسمة اللي بتمثل التايمر الاتنين زمن يا جماعة زي ما شايفين كده، وده الكويل بتاع الكونتاكتور اللي هنوصله على الموتور علشان يتحكم فيه يشتغل 6 ثواني ويفصل 6 ثواني عن طريق التايمر ده في وضع الاوتوماتيك. وده طبعا السيليكتور الثلاثة وضع اللي هنستخدمه، وضع الاوتوماتيك ووضع المانيوال، هنعمل الوضعين. على وضع الاوتوماتيك هنشغل التايمر، طبعا دي نقطة الاوفرلود المقفولة، الحماية من زيادة الحمل، والفيوز الحماية لدايرة الكنترول بي الكامل توصيلة زي ما انتم شايفين كده، ديت دايرة الكنترول للتحكم في موتور يدوي واوتوماتيك، بحيث على وضع الاوتوماتيك التايمر يشغل الموتور 6 ثواني ويفصله 6 ثواني عن طريق تايمر الاتنين زمن. يا جماعة ناخد النقطة المفتوحة من التايمر، نقطة رقم 8 و6 زي ما شايفين، ودي توصيلها بالظبط عشان تشغل الموتور في وضع الاوتوماتيك. وضع المانيوال التوصيلة زي ما انتم شايفين كده مع الـA1، والكويل بياخد الطرف الثاني على الـA2 بيتوصل بيه النيوترال.